السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ إسماعيل بنا، مدرس بمؤسسة دعاء الزيبوني، المستوى الخامس، مادة اللغة العربية. إذن تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا على خير وبخير إن شاء الله. نلتقي مجددا وحصة جديدة ومع مكون آخر وهو مكون الإملاء. إذن درسنا اليوم سيكون خاص بتعرف اسم إشارة والكلمات الشاذة. إذن ومن خلال هذا الدرس سنتعرف الأهداف التالية، وهو تعرف اسم الإشارة وحالة كتابتها ولفظها، ثم كذلك سنتعرف الأسماء الشاذة وحالة كتابتها ولفظها. إذن ننتقل إلى الجدول الأول. إذن أسماء الإشارة، أسماء الإشارة. إذن إذا لاحظتم في الأعلى، إذن سأقرأ الأسماء الإشارة موجودة هنا: ها هنا، هاتان، هاتين. إذن هذه كلها أسماء إشارة. إذن الملاحظ فيها هو أنه لم تحذف حروف المد فيها سواء كتابة أو نطقا. بالنسبة مثلا إذا قلنا ها هنا، إذن حرف المد هنا لم يحذف لا كتابة ولا لفظا، مثل هاتان وهاتين، إذن حرف المد هنا لم يحذف لا كتابة ولا لفظا في الأسماء الإشارة التالية، في حين أننا سنتعرف حالات أخرى من أسماء الإشارة التي يحذف فيها الألف كتابة لا نطقا، أي أن لا نكتب الألف ولكن نطقا نلفظه، مثل هذا، إذن لا نقول هذا ولكن هذا. إذن في كلمة في هذا الاسم إذن نطقنا الألف ولكن لم نكتبها: هذا، هذه، هذان، هؤلاء، هكذا، ذلك، أولئك، وها أندى. إذن كل هذه أسماء، كل أسماء إشارة التالية إذن حذفت الألف فيها كتابة، أي لم نقم بكتابتها ولكن نطقناها، قمنا بنطقها أو نطقها. كذلك في الهاء الخاصة بالضمائر، مثل ها أنا، ها أنت، ها أنتما، ها أنتم. إذن كذلك قمنا بنطق الألف ولكن فيها، ولكن لم نقم بكتابته. كذلك بالنسبة للحروف التالية، مثل لكن ولكن، نقول لكن ولكن. وإذا نقوم بمد الألف أو مد الحرف ولكن لم نقوم بكتابة ألف كحرف مد لها. كذلك بالنسبة لبعض أسماء العالم، مثل ياسين وعبد الإله، الإله. إذا هنا لا نلفظ حرف المد ولكن لا نقوم بكتابته. كذلك بالنسبة لعبد الرحمن، إذا نقول عبد الرحمن، إذا نلفظ الألف ولا نكتبه. كذلك بالنسبة لهارون، إذا لا نقول هارون ولكن نقول هارون، إذا ننطق الألف ولا نكتبه. إذا هذا بالنسبة لبعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء. الآن سننتقل إلى بعض الأسماء الشاذة. إذن الأسماء الشاذة مثل طاووس وداود. إذن هذه أسماء، إذن ماذا حدث فيها؟ إذن حدث فيها أنه إذا المفروض أن نقول طاووس، إذن المفروض أن نكتب الواو، واو طاووس ثم واو المد، مثل كذلك داود. إذن داود، إذن هناك مد. إذن حذفنا الواو، هنا حذفت الواو كتابة وليس لفظا. إذن لذلك نقول إذا اجتمع الواوان يحذف واو المد، إذا قمنا بحذف الواو كتابة وليس لفظا. لا، إذن الآن نلاحظ عمرو وأولئك وأولي وعمرا. إذن في هذه الكلمات تضاف الواو إذا لم تكن منصوبة، مثل عمرا، مثلا عمرو،
هذا عمرو، ولكن إذا قلنا إن عمرا إذا تحذف الواو هنا، إذا تكتب الواو تضاف الواو في هذه الكلمة مثل عمرو وأولئك وأولي إذا لم تكن الكلمة منصوبة. كذلك في من الكلمات الشدة هنا كذلك مئة، إذا نعلم أن كلمة مئة الميم هنا كسرة، إذا المفروض أن الألف لا تضاف إلى الكتابة، إذا تزاد الألف، لأن سبق وقلنا أن مئة هي من الكلمات الشادة، إذا هنا نضيف الألف، نقول مئة وليس ولا تكتب الهمزة على السطر مباشرة على الياء مباشرة إلا بعد ألف ممدودة تأتي بعد الميم المقصورة. إذا من هذا كله نستنتج أنه تحذف الألف المد كتابة لا نطقا فيه، أي تحذف الألف المد كتابة وليس نطقا في الأسماء إشارة مثل هذا هذه هذان هؤلاء هكذا ذلك أولئك ها أنذا. وكذلك في الضمائر الرفع البارزة إذا اتصلت بها هاء التنبيه مثل ها أنا وها أنت وها أنتما. كذلك في الكلمات أو الحروف مثل لكن ولكن، وفي الأسماء مثل ياسين عبد الإله عبد الرحمن وهارون. إذن كل هذه الأسماء تكتب فيها تحذف الألف المد فيها كتابة لا نطقا، أيضا ننطقها ولا نكتبها. ثم بالنسبة للأسماء تليا إذا اجتمعت الواوان، الأسماء التي تجتمع فيها واوان تحذف واو المد، أي نقوم بحذف الواو في الأسماء التي تحذف أو تجتمع فيها يجتمع فيها الواوان مثل طاووس وداود. في حين أنه تزاد واو في الأسماء ما لم يكن آخرها منصوبا مثل عمرو أو عمرو، إذن هنا تضاف الواو في هذه الأسماء في حالة إذا لم تكن منصوبة، وتحذف في أولئك وأولي، وتزاد كذلك الألف في مئة. إذن ننتقل إلى تدرب على التمارين أو لا على الدرس الذي تعرفنا عليه. إذن التمرين أبين الكلمات التالية فيها أبين الكلمات التي فيها المد ينطق ولا يكتب مما يلي. إذن سأبين الكلمات التي ينطق أو فيها المد ينطق ولا يكتب، أي ننطق المد فقط ولا نكتبه. والكلمات هي ذلك إله رحمن الذي قنوات لكن طاووس هاتان سراج هؤلاء. إذن سنقوم باستخراج الكلمات التي ينطق فيها المد فقط ولا يكتب، مفهوم؟ أتمنى أن تنجزوا هذا التمرين جيدا. إذن إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم، نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله. في أمان الله.